الدولار وشفنا انه الدولار عاد يرتفع بشكل قوي، لماذا برأيك؟ بالضبط، بعد تصريحات يلين ادت ريليف للماركت، خلت السوق يبدا يرجع تاني يبيع الدولار بعد ما كان بيشتريه، وخاصه ان احنا من شهر 5 اللي فات تابرينج نان تابرينج تيسير تقليص حجم عمليات شراء الاصول الشهريه عن طريق الفيدرالي، هيتم مش هيتم، كل بيانات اقتصاديه بتطلع بيتم التوقعات. اخر بيانات اقتصاديه طلعت كانت الوظائف الامريكيه ضافت 202 الف وظيفه، النان فارم بيرول، لان الاسواق بدات تشوف انها لا كده الفيدرالي هيقبل على تقليص حجم شراء الاصول، خلينا نشتري دولار. بدا يحقق خسائر حتى شفناها مع اليورو، بالاضافه طبعا ان المركزي الاوروبي خفض الفايده ب 25 نقطه اساس، فخلى اليورو اكثر، للاسف الدولار الامريكي يقبل عليه الاسواق بصوره كبيره بسبب البيانات الاقتصاديه. بعد كده جات لنا يلين امبارح وصرحت النهارده قبل اجتماع النهارده في كونجرس انها ما زالت شايفه a lot of work to do، يا شايفه لسه في مديده من المجهود المفروض يبذل مزيدا من التحفيزات الاقتصاديه، فبالتالي عندنا خلى دوت يخلي الاسواق تقول لا يبقى كده نان تابرينج مش هيحصل دلوقتي، مش في الاجنده بتاعت 2013، هتؤجل للسنه الجايه. فبدات سندات العوائد على السندات 10 سنين الامريكيه تنخفض مره اخرى بعد ما ارتفعت اسعارها، زادت الاقبال عليها تم، ارتفعت برضو الاسواق في اسيا مع طبعا مجموعه من البيانات الاقتصاديه الايجابيه سواء في اوروبا او في اليابان. بس المفروض نشوف تراجع في الدولار، ليه ما شفناه محمد؟ هذا هو السؤال. التراجع في الدولار؟ ايه قصدك يعني انخفاض قيمه الدولار؟ ايه هو اللي حصل هو عمليات كان تيكنج بروفيت، جني ارباح زائد تصريحات ان لسه هيبقى ويك دولار، لسه اللي هنشوفه ويك دولار، بس هم مستنيين كونفرميشن ان يكون التصريحات امبارح غير تصريحات النهارده. طيب احنا الان الدولار اندكس عند ال 81 محمد، اين تراه يتحرك خلال الفتره المقبله؟ الفترة المقبلة لغاية ما ناخد تأكيد أو كونفيرميشن من الماركت هشوفه، هو يترنح ما بين 80.50 ل 81.50، هذه المستويات حتى يتم عليك بيانات واضحة أكتر ويتم الكسر في اتجاه معين، يعني مرحلة تذبذبية في الأسواق منتظرة بعض التحفيزات. محمد ماذا تراقب أيضا؟ هل هي فقط قصة دولار في الكرنسي ماركت ولا عينك على عملة معينة؟ عندنا الين بيتداول الآن عند 99.95، بيقترب مرة أخرى من حاجز 100، هل نتوقع أن يكون هناك المزيد من الضعف في الين ولا لا؟ ماذا تراقب بشكل أساسي بالكرنسي ماركت؟ الكرنسي ماركت احنا بنشوف الاسترليني والين الياباني. الين الياباني اب ايكونومكس او رئيس الوزراء شينزو ابي لما خد الاجراءات التحفيزيه من السنه اللي فاتت بدانا نشوف نتائجها الايجابيه. عندنا مثلا جي دي بي هو ممكن يكون تقلص شويه بس برضه لسه في الناحيه الايجابيه، وده راجع ان الين الياباني راجع الى ضعفه الى سببين رئيسيين. اولا ان الحكومه اللي بدات عمليات تحفيز قويه بسبب تريد ان تضعف عملتها، عشان ان عملتها وقوتها وضعفها بيؤثر بصوره قويه على الصادرات اليابانيه، دي حاجه. تاني حاجه رفع الضرائب على ضريبه المبيعات اللي هتتم في ابريل 2014 خلت شويه يخلي الافراد في اليابان يسرعوا في عمليات شرائهم، ان هم قبل ما الضرائب ترتفع ضريبه المبيعات تعالى نشتري الذي نحتاجه دلوقتي، فبالتالي الاقتصاد الياباني الى حد ما طرد بعض النتائج الايجابيه المستقبليه وظهرها لنا في البيانات دلوقتي. فبالتالي الين الياباني هنشوف عمليات تحفيزيه، الحكومه اليابانيه برئاسه شينزو ابي واخده على عاتقها اضعاف الين في مقابل العملات ماذا عن ستيرلين محمد؟ عشان تزيد الاسترلينج عندنا برضو شفنا بيانات سي بي اي او تضخم ادى انخفاض التضخم ل 2.2 من 2.7 يدي مساحه اكتر للبنك المركزي البريطاني ان هو مش محتاج يزود فايده، وعنده مساحه اكتر ان هو يعمل عمليات تيسير وعمليات تحفيز الاقتصاد، وخاصه في الهاوسنج ماركت اللي هو بيقولوا عليها ان فيها بابل، بس هو برضه بيوسع الجزء الائتماني في سعي وراء تنشيط الاقتصاد البريطاني اكتر منه. محمد زيدان رئيس قسم الابحاث في شركه اي اف بي اف اكس كنت معي مباشره من الكويت، شكرا جزيلا لك.
كما ذكرنا مشاهدينا، اليوم هو آخر يوم مهلة لكي تقوم الشركات المدرجة بسوق الكويت للإعلان عن نتائج أعمالها. سمعنا أرقام الصناعات الوطنية وكان في تراجع في أرباح هذه الشركة بحدود